وأين القصور والتيجان والحلل؟ طبعا هذا قصر سجودة. إيه باعوا يا 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 ساسة العراق، باعوا. شلون صار؟ باع هسه جاي عمرون بيه هذا قصر سجودة. شلون جاي فلشون بيه؟ إيه شلون هاي مال القصور؟ أين التيجان والحلل؟ إيه أين القصور يا عبودة يا أخوي؟ طبعا هذا قصر السجود، قصر السجود اللي هو قصر ساجدة زوجة الرئيس صدام. هذا القصر لو بعد 100 سنة 1000 سنة ما عليه شيء، الحكومة قامت تسوي على اساس اعمار بداخل القصر. باع شرفكم، هذا مو 1000 سنة يبقى، باع. سووا حملة على اساس اعمار، يعمرون القصر. لك المن تعمروه؟ المن؟ ليش هو وين التشان بي؟ وين التشان بي؟ شوية خلوا لكم ذمة وضمير. يا ما عندكم ضمير، يا ما عندكم ضمة، يا ما عندكم غيرة. غيرة ما عندكم. وين كانوا قاعدين بهذا القصر؟ وينهم؟ انتم ان شاء الله نهايتكم قريبة، ان شاء الله.